لأسباب متعلقة بلجوء الصيادين إلى رفع قيمة إنتاجهم من الأسماك، لجأ البائعون في أسواق المدن الرئيسية بمحافظة أبيان إلى تقليل الكميات المعروضة في مفارشهم كإجراء أرادوا من خلاله الاستمرار في نشاطهم التجاري والإبقاء على المهنة التي تضمن لهم إعالة أسرهم. هذا ب 2000 ريال، والذي عنده أسرة كبيرة يكون له باقة، يكون له ثمن، والذي هو فنان يكون له جحش، كل واحد على مزاجه يعني. شوف كيف؟ أديش 50000 60000. أديش الواحد كم فيه؟ فيه 100 حبة، 120 حبة. أديش. غالي علينا وغالي على المواطن. في هذا المكان الذي تم تخصيصه لبيع الأسماك في مدينة جعار، تناقص عدد البائعين بشكل لافت، واكتفى الباقون منهم بتوفير الأنواع الرخيصة من السلعة، غير أن أسعارها في نظر المواطنين ما زالت مرتفعة ولا تتناسب مع قدرتهم الشرائية المتدنية. هذا ب2000، أي شجيرة، كل الأسعار غالية. بدأت الصيد، الحبة الباقة روح شوفها، قول له كم؟ بقول لك ب500. تراجع نسبة المعروض من الأسماك خلال شهر رمضان هذا العام بدا كما لو لم يكن كافيا بالنسبة للمواطنين، حيث يكشف تدني مستوى الإقبال على شراء الأسماك عن توسع حالة العجز لدى الناس المجبرين على التعايش مع أوضاعهم المتأزمة عاما بعد آخر. لقناة سهيل الفضائية، عبير علي، محافظة أبيان.